بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة ورد الله وبركاته. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير سفر ولا مطر. قالوا سألوا ابن عباس في الحديث لما فعل ذلك، قال لكي لا شدد الأمة أو ما في معنى الحديث، أفيدونا وفقكم الله. هذا الحديث كما ذكرت جاء في صحيح مسلم، وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما أراد إلى ذلك، قال أراد أن لا يحرج أمته، يعني أن لا يلحقها في حرج ومشقة. ولهذا يجوز للإنسان متى لحقه حرج ومشقة في تفريق الصلوات أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، سواء في سفر أو في حضر. ولهذا نجمع في أيام الأمطار، ونجمع في أيام الرياح الباردة، ونجمع في المرض، فباب الجمع أوسع من باب القصر. القصر ليس له إلا سبب واحد فقط، وهو السفر. غير المسافر ما يجمع، حتى ما يقصر، حتى المريض مرضا شديدا لا يمكن أن يقصر إلا إذا كان في غير بلده، كإنسان ذهب للمعالجة فهذا يقصر وإن بقي في المعالجة سنين. لكن الجمع أوسع، الجمع سببه الحاجة والقصر سببه السفر. ولهذا جاز للمستحاضة التي يأتيها الدم باستمرار جاز لها أن تجمع، لأنه يشق عليها مع خروج الدم أن تتوضأ لكل صلاة. وجاز أيضا حتى للمرضع، قال العلماء حتى المرضع التي يشق عليها أن تطهر ثيابها لكل صلاة يجوز لها أن تجمع. لكن هذا الذي قاله أهل العلم في وقت يكون الناس في ضيق، وليس عند المرأة إلا ثوب واحد يشق عليها أن تغسله كلما بال عليه الصبي. أما الآن والحمد لله فممكن أن يكون المرأة ثوب خاص بالصلاة ولأولادها ثوب خاص.